صباح الخير. النهاردة نشرة أخبار جديدة في كايرو ميديا سكول. تنظم مكتبة طه حسين للمكفوفين بالأسكندرية مجموعة من الأنشطة الصيفية للأطفال المكفوفين وضعاف البصر من سن 4 سنوات. البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التعليمية الفنية والدورات التدريبية على كيفية استخدام التكنولوجيا المتاحة بالمكتبة. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال في مؤتمر صحفي النهاردة تم إلغاء الشهادة الابتدائية، وبكده هيكون الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، بعدها ينتقل الطالب للمرحلة الإعدادية. قريب أبليكيشن جديد بعنوان ماكوكي لحواديت وأغاني الأطفال. الكاتبة سارة حولت الحواديت بتاعتها إلى رسوم متحركة ومبهرة للأطفال يشوفوها من خلال الموبايل، وعشان الطفل يقدر يتعلم حاجة جديدة منها. عمري جيب حضر شريط جديد وعمل حفلة كبيرة في الساحل الشمالي. فاز فريق ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر المحلي عشان كسب فريق برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض الملكي في أول مباراة. فاز 3-1. بيكي يدخل في نفسه، ثم يتعادل ميسي، ثم كريستيانو رونالدو يدخل الجول، ثم يطرد، ثم يدخل أنسنسيو. والمباراة الثانية يوم الأربعاء الماضي 2-0، يدخل أنسنسيو في الدقيقة 4 ويدخل كريم بنزيما في الدقيقة 22. فاز السباح المصري عصام ناصر بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للسباحة، ومن سن 85 سنة لسن 89 سنة، ونزلت صورته على الفيسبوك. ومن ضمن التعليقات اللي كانت على الصورة، واحد قال ممكن اي شخص يحقق حلمه في اي وقت. ونشوفكم بكرة في نشرة جديدة اخبار جديدة. Thank you.